والله يا جوجل ليتك استخرت يا حبيبي، روح دور الرجال من المليون. ايش الكلام هذا؟ ايش تسوى مليون رجال؟ تقول لي يا جوجل ما تحب العنصريه، اقعيد المجد انا احبك. جات قرصه قانونيه وهذه قرصه اعلاميه، الى وين يا اقعيد المجد؟ تقول لي يا حبيبة قلبي ميثا ناصر العاصمة، ها انا حسب الوضع اسامة داود عندي، العرب بيرحلون من بلادنا، الاماراتي بعد والسعودي مع جدة من دبي اغني. والله كلام شفر عيال بينحضر، هذا ثامن حساب لي، وش اسوي كل شيء يحضروني يطيروني. على العموم لا زال محتواي على المشاهير اللي ناكرين اصلهم نكر، بيصير في خير لك. ورسالتي لقعيد المجد، الثالثة ثابتة، الثالثة قوية، الثالثة بيطرحونك عيال الحسودية، واحدة قانونية والثانية إعلامية. قعيد المجد وثقت في واحد 25 رمضان وانت جهت المطار، وثقت في ميثا ناصر وميثا تسوى عن مليون رجال وطالع تقول ما بيطلع من العاصمة. ارحمنا كريستيانو رونالدو يا كاس العالم، اول شيء شوف المقلقل كيف، واليمن اصل العرب من بعد طرب، لكن زي ما السعوديه فيها ناس ما تمثلنا، هنالك في اليمن ناس ما يمثلون اليمن. انا ماني فاضي اقعد اشرح لك في كل فيديو انا وش اقصد، وما فهمت اللي فهم يصف جنبي، اسامه داود عمك البزور هذه ماني فاضي لهم، اللي يجي في دربي والله لا اكل، عتيبي والله لا اكل، انا تعشى، احنا معروفين شرابين ايش يعني، ها المواضيع طيبة يا عيالو. ومتى يجي تم القبضة كلامي كله صح وإثباتاتي في جوالاتي، وأنا استنى بس أرجل واحد أخذ منه تعويض. والله محبة قعيد المجد، فلا تزعل وتشد أمها وتقابلني زي المرة الأولى وتسوي لي زي كذا زعلان. أنت ما تبلي أنصحك، أنت بلي يطبل عليك ويأخذ منك حاجته، لا حنا ننصحك ولا نبى منك ولا حاجة. عمر العتيبي ضيف السناب محرك البحث عمر العتيبي، أو ضيف علم السعودية جنبي بالعربي تنورون بقاي.